ضيفين الكريمين الدكتور وليد. مساء الخير يا دكتور. دكتور وليد استاذ احمد اتفضل. اتفضل حضرتك. ايوه استاذ احمد اهلا بيك اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بمسي على الاستاذ احمد، بمسي على الدكتور نبيل عبد المقصود وسياده النائب. احنا دايما على طول في وزاره الصحه عندنا دليل مكافحه العدوى بالوزاره. وكمان عندنا الدكتور عمرو قنديل مدير الطب الوقائي، والدكتور الهام مدير مكافحه العدوى بالوزاره. الدكتور ياسر الجوهري مدير اداره مكافحه العدوى في مديريه الصحه بالجيزه. دايما بنعمل الاجتماع الشهري لوزاره الصحه. ودايما بننبه ان السرنجه بتتاخد مره واحده حسب الاحتياطات القياسيه لمكافحه العدوى. واحنا كده بنضر بالمريض المصري، ما بندي اي تصريحات ملهاش لازمه في الوقت الحالي. لا ما حصلش ولا مره انه السرنجه استخدمت مرتين. لا لا ما تمام عمرها لا ما استخدمتش. احنا دايما عندنا في المستشفى بننبه ان السرنجه بتتاخد مره واحده على طول. ودي الاحتياطات القياسيه لمكافحه العدوى. حتى كمان عندنا سياسات في وزاره الصحه دايما بيقولوا ان يتم استخدام سرنجه وابره حقن معقمه جديده لكل عمليه حقن او اذابه لاي دواء علاجي. طب ليه الدكتوره يا دكتور وليد معلش، ليه الدكتوره منى قالت كده؟ انه جالها رساله من طبيب بيقول لها في تعليمات شفويه بتقول كذا، ليه قالت هذا الكلام يا فندم؟ لا ما حصلش الكلام ده بصراحه. انا دايما ننبه في المستشفى عندنا وفي وزاره الصحه في الاجتماع الشهري ان السرنجه بتتاخد مره واحده. كمان بيتم التخلص فورا من السرنجه وابره الحقن في حاله تعرضها للرطوبه او وجود قطع او اي تلف في العبوه. كمان بيتم التخلص فورا من ابره الحقن التي تم ملامستها او تلوثها باي ملوث خارجي. وكمان بيتم الاعداد لعمليه الحقن في مكان نظيف مثل حقل تحضير العلاج. ممكن يكون في عجز يا فندم في السرنجات، فممكن يعني ايه نستخدم واحده مره واثنين وكده، ولا ده مستحيل؟ لا لا مستحيل. دايما السرنجات متوفره في وزاره الصحه، دايما في المخازن، دايما بيعملوا في مكافحه العدوى ومرور مكافحه العدوى ان المستلزمات الطبيه بتقعد 3 شهور في المستشفى، وقبل ما تخلص بشهر بيجيبوا 3 شهور تانيين. مفيش الكلام ده موجود في وزاره الصحه. حضرتك بتقول لي مستحيل انه ده يتم او انه حصل او انه في تعليمات بيه. لا لا مفيش اي تعليمات مفيش اي تعليمات خالص تماما بتاتا يعني. بشكرك دكتور وليد حماد. استاذ احمد جلال العيسى مساء الخير اتفضل.